السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة وارد الأستاذ مصطفى مع درس جديد من دروس الاجتماعيات مكون التاريخ الدرس السابع المغرب وقيام الدولة الإدريسية وانتشار الإسلام. إذن نتعرف أولا على الهدف من الدرس وهو أتعرف ظروف تأسيس الدولة الإدريسية بالمغرب وامتدادها وأدرس إحدى مدنها ومعالمها. أمهد لتعلمي. دخل الإسلام وانتشر في المغرب وتمكن الأدارسة أواخر القرن الثاني للهجرة 171-177 هجرية من إقامة أول دولة إسلامية عاصمتها فاس التي أنشئ بها جامع القرويين، والصورة توضح جامع القرويين من الداخل. ما ظروف تأسيس الدولة الإدريسية وكيف كان امتدادها الجغرافي؟ كيف كانت مدينة فاس في عهد الأدارسة؟ كيف أدرس جامع القرويين؟ أولا النشاط الأول أتعرف ظروف تأسيس الدولة الإدريسية بالمغرب وامتدادها الجغرافي. الوثيقة رقم 2، الوثيقة رقم 1 والوثيقة رقم 3 تتحدث أو تتعلق بظروف التأسيس. إن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فر من وقعة فخ إلى المغرب سنة 69 و100 للهجرة، 86-700 ميلادية، واستوطن وليلي، ثم نزل على إسحاق بن عبد الحميد زعيم قبائل أوربا سنة 72-100 للهجرة، 88-700 ميلادية، فقدمه قبائل البربري الأمازيغ وأطاعوه. بالنسبة للوثيقة 1 وهي خط زمني يبين مراحل تطور الدولة الإدريسية. إذا هناك مرحلة التأسيس، مبايعة إدريس الأول إلى وفاته سنة 177 هجرية، ثم تولية إدريس الثاني، هنا تبدأ مرحلة التوطيد 87-100 للهجرة، ثم أخيرا مرحلة الضعف ابتداء من سنة 212 هجرية وفاة إدريس الثاني. إذا كل جميع الدول تمر من هذه المراحل، مرحلة التأسيس، التوطيد والامتداد والضعف. بالنسبة الوثيقة 3، وكان أول من بايعه قبائل أوربا بايعوه بالإمارة والقيام بأمرهم والصلوات وغزوهم وأحكامهم، ثم أتته قبائل البربر الأمازيغ من أهل المغرب فبايعوه ودخلوا في طاعته. أقرأ النصين ثم أستخلص من النص الوثيقة رقم 2، نسب المولى إدريس وظروف وصوله إلى. إذا انطلاقا من الوثيقة رقم 2 يمكن أن نستخلص نسب المولى إدريس وظروف وصوله إلى المغرب. إذا نسب المولى إدريس ينتسب إلى علي بن أبي طالب بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو نسب المولى إدريس. أستخلص من النص الوثيقة الثالثة اسم القبائل التي استقبلته وشروط بيعتهم له. إذا بالنسبة لظروف وصوله إلى المغرب، فر من وقعة فخ سنة 69-100 للهجرة الموافق ل 86-700 ميلادية، وهي معركة دارت بين العباسيين والعلويين جعلت إدريس بن عبد الله يلجأ إلى المغرب. بالنسبة للقبائل التي استقبلته فهي قبائل أوربا وقبائل البربر. ما هي شروط بيعتهم؟ من شروط بيعتهم القيام بأمورهم وصلواتهم وغزواتهم وأحكامهم وتسيير أمورهم الدينية والدنيوية. بالنسبة لبعض التعاريف هنا، مثلا وقعة فخ معركة دارت سنة 69-100 للهجرة، 86-700 ميلادية قرب مكة من العباس العلويين، وجعلت إدريس بن عبد الله يلجأ إلى المغرب. البيعة التزام الطاعة لمن يتم توليته بموافقة المسلمين ليقوم بتسيير أمورهم الدينية والدنيوية. إذا ننتقل إلى الوثيقة رقم 4، امتداد الجغرافي. سارع المولى إدريس الأول إلى إنفاذ أولى حملاته التي انتهت بالسيطرة على حاضرة شالة، وأصبح يهدد مجموعة الإمارات برواتية واختراق جبال فازاز الأطلس
وبلاد تدلى في اتجاه تلمسان، ولا تقل أهمية الحملات التي أنفذها إدريس الأصغر لنفس المناطق عن سابقتها، وقد ساهم ذلك في انفتاح المسالك انطلاقا من حاضرة الأدارسة فاس التي غدت بمثابة القطب الذي تجتمع عنده المسالك من كل أنحاء المغرب. إذا ننتقل إلى خريطة امتداد الدولة الإدريسية لنلاحظ كيف امتدت الدولة الإدريسية وما هي حدود امتدادها. إذا المناطق المفتوحة في عهد المولى إدريس منها تلمسان، تازر، الريف، فاس، وليلي، تاد لامنوية. المناطق المفتوحة في عهد المولى إدريس الثاني منها الأطلس المتوسط والأطلس الكبير ونفيس وأغمات وسوس الأقصى، إمارة برغواطة، إمارة بني مدرار. وبالنسبة للنقاط السوداء فهي تبين أهم المراكز التجارية في آنذاك، ومنها تلمسان وتازة وفاس ووليلي وسلا وأغمات ونفيس، كلها مراكز تجارية. ولا ننسى سجل ماسة كذلك. إذا بعد قراءتنا للخريطة سنستخلص من النص الوثيقة 4 العمليات التي قام بها إدريس الأول بعد بيعته. إذا الأعمال التي قام بها العمليات التي قام بها إدريس الأول بعد بيعته هي تنفيذ حملاته التي انتهت بالسيطرة على الشلة واختراق جبال فزاز، الأطلس، وبلاد تادلة. نعم، بالنسبة للجدول يمكن أن نعبئه على الشكل التالي: إدريس الأول من المناطق التي ضمها قلنا أنها فاس وتازة وليلي تلمسان تادلة الريف. الهدف من ذلك فتح المسالك واتصال بحري وبري والتحكم في منافذ التجارة. النتيجة أنه تمكن من الفتوحات. إدريس الثاني من المناطق التي ضمها إلى الأطلس المتوسط والأطلس الكبير والسوس الأقصى وأغمات إلى غير ذلك من المناطق. الهدف هو توسيع دولته ونشر الإسلام. النتيجة تأسيس وتوطيد الدولة الإدريسية. بالنسبة للنشاط الثاني، أصف مدينة مغربية في عهد الأدارسة مدينة فاس. نبدأ بقراءة الوثيقة الأولى. جمعت مدينة فاس بين عذوبة الماء واعتدال الهواء وطيب التربة وحسن الثمرة وسعة المحرث وقرب المحطب وكثرة عدده وشجره، وبها بساتين ورياض مورقة وعيون منهمرة وأنهار متدفقة وأشجار ملتفة. أسس إدريس الثاني مدينة فاس سنة 93 و100 للهجرة، 8800 ميلادية، واتخذها عاصمة له. بالنسبة للتصميم كما تلاحظون، فتصميم مدينة فاس في عهد الأدارسة كان يشتمل على عدوتين: العدوى الأولى تسمى عدوى الأندلسيين وبها جامع الأندلسيين، ثم العدوى الثانية عدوى القرويين وبها جامع القرويين. عدوى الأندلسيين بها 6 أبواب، وعدوى القرويين بها 5 أبواب. إذا العدوى الأولى بناها المولى إدريس الأول، والعدوى الثانية بناها المولى إدريس الثاني. إذا انطلاقا من النصين والخريطة والصور، استخلص العوامل التي دفعت إدريس الثاني اختيار مدينة فاس. موقع مدينة فاس، لنقرأ الوثيقة قبل ذلك. مدينة فاس مدينتان متفرقتان مصورتان، بينهما نهر ورحاء وقناطر، وعلى باب الرجل رحاه وبستانه بأنواع التمر وجداول الماء تخترق داره. وبالمدينة أزيد من 300 رحاء، وفيها نحو 20 حماما. إذا العوامل التي دفعت إدريس الثاني اختيار مدينة فاس هي عذوبة الماء واعتدال الهواء وحسن التمرة وسعة المحرث وقرب المحطب وكثرة عدده وشجره والبساتين المورقة. يمكن أن نجمل ذلك في 4 عناصر: هي الهواء والمياه والتربة والنباتات. بالنسبة لقسمي مدينة فاس، فهناك عدوة الأندلسيين بناها المولى إدريس الأول بها جامع الأندلسيين و6 أبواب، كما وكذلك عدوة القرويين بناها المولى إدريس الثاني بها جامع القرويين و5 أبواب. بالنسبة لدلالة وجود 20 حماما بالمدينة،
فهذا يدل على تحضر المدينة وكثرة البناء. والتشييد، نستنتج أن فاس كانت لها أهمية قصوى، فهي كانت عاصمة للدولة ومركز الإشعاع الديني والعلمي للدولة، وكذلك مركز للطرق التجارية تربط الشمال بالجنوب والغرب بالشرق. إذا بالنسبة للنشاط الثالث، أدرس معلم أثرية إدريسية جامع القرويين. سنبدأ أولا بقراءة النص الوثيقة رقم 1. بنيت جامعة القرويين بفاس سنة 45 200 هجرية، الموافق ل 30 يونيو ل 30 يونيو 59 و800 ميلادية. وكان المسجد الذي بنته فاطمة الفهرية 4 بلاطات وصحنا صغيرا، وبنيت فيه صومعة غير مرتفعة. بالنسبة للتصميم كما يظهر أمامكم، هناك قاعة للصلاة، ثم الصحن والنافورة والخزانة، ثم المحراب ومدرسة الصفارين، مدرسة العطارين. إذن جامع القرويين أو جامعة القرويين جاءت بين هاتين المدرستين. بالنسبة للصور أمامكم، فهي توضح قاعة للصلاة وصحن صحن المسجد ومحراب. أقرأ الوثائق وأستعين بالبطاقة لأدرس المعلمة. إذا الأبواب هناك 17، البلاطات 4، الأقواس 12 في كل بلاط. البطاقة المساعدة لدراسة معلمة تاريخية، تحديد الموقع في المدينة من خلال التصميم، تجميع معلومات مختلفة، تاريخ البناء، المؤسس، الوظيفة السابقة، الوظيفة الحالية، وصف المرافق، مواد البناء، الشكل العام، المرافق التي يتكون منها، الزخرفة والتجهيزات. إذا بالنسبة للموقع، فالموقع بطبيعة الحال هو مدينة فاس. تاريخ البناء 45 200 للهجرة، 59 800 ميلادية. المؤسسة هي فاطمة الفهرية. المرافق التي تتكون منها: قاعة للصلاة، المحراب، الصحن، الزخرفة، لها طبقات برونزية واسعة، الصومعة، النافورة والخزانة. بالنسبة للوظيفة السابقة، فكانت الصلاة والصلاة في الدروس العلمية، كما كانت تعتبر أقدم جامعة. أما الوظيفة الحالية فهي التعليم العالي. إذا بالنسبة لأنشطة أقوم تعلماتي، سأتركها لكم لإنجازها، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. وإلى درس مقبل إن شاء الله تعالى، لا تنسوا مشاركة القناة مع زملائكم وأصدقائكم، والضغط على زر الإعجاب وعلى الجرس ليصلكم كل جديد.